يقول طبعا من ضمن الأسئلة وربما سؤال الثاني أجيب عنه في هذه اللحظة: وإذا كان رجل كان يحمل مصحفا وهو في الطريق وعلى وضوء، وحصل أن انتقض وضوءه ولم يكن بجواره أحد على وضوء، ماذا يعمل؟ لا بأس بحمله ولو لم يكن على وضوء. قضية حمل المصحف من وراء حائل لا بأس بذلك ولو كان على غير وضوء. نعم.